لا تقترب. انظر إلي، إذا أردت العيش لا تؤتي بأي حركة. أهل مكة تستحقوا هذا، هيا تراجع. خذ هذه السرة لك، سرة مليئة بالذهب. ماذا قلت؟ منذ متى كان جندب يأخذ الغنائم لنفسه؟ أي معاوية، اذهب إلى والدك وإلى أبي لهب وقل لهما إذا ما أعطوا أموالهم للفقراء، وإذا استمروا بظلمهم، وإذا استمروا بالطغيان، فأي قافلة ذاهبة إلى الشام وأي قافلة عائدة من الشام أيضا سوف تلقى جندب في وجهها. قل لهم أن يفتحوا أيديهم للآخرين. ففزع الصحابة رضي الله عنهم وقام كل واحد منهم على سيفه وسلاحه وخرجوا، ما كانوا يعلمون ما الذي حصل، وإلا بخادم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض يلتقط آخر أنفاسه. حينما عرف الصحابة ذلك علموا بأن واد القرى لا يريدون السلم، فاستغرب الصحابة إيش اللي بيصير. بس لما رفعوا أبصارهم لفوق لقوا جيوش كاملة على رؤوس الجبل. في هذه المعركة تقطعت رجول الصحابة لدرجة أنهم ربطوا الخرق على أرجلهم من شدة النزيف. هذه المعركة اسمها ذات الرقاع، ولكن اللي ما بتعرفه إن إلها كمان اسم وهو معركة الأعاجيب، من كثر العجائب بهاي المعركة. في قصة اليوم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لجمال من جمال الصحابة، وأعرابي يشهر سيفه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدده بالقتل، وكان وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم وحيدا ما معه أحد، ورجل من بني ثعلبة ينتقم لزوجته ويتبع جيوش المسلمين وحده على خيل، وواحد من الصحابة يضرب بالسهام وهو يقوم الليل وحيدا. والعجيب أنها كانت ردة فعل هذا الصحابي مختلفة عما تعتقد. معركة اليوم جدا عجيبة،